مساء الخير، أهلا وسهلا. منشوف عبد الوهاب عامل لمطربة اسمها نادرة أمين بعام 1942 وغنيتها في فيلم سينمائي. الأغنية اسمها يا حبيبي أقبل الليل. طيب هيدي هون في تسليم التراست. نشوف أغنية الأستاذ صنباطي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم اللي هي رباعيات الخيام، اللي هي لعمر الخيام وترجمت للعربي من الفارسي للعربي للأستاذ أحمد رامي رحمه الله جميعاً وأبقاهم فنا خالدا. طيب هيدي عملت بعام 1950، يعني فرق بين بعضهم 8 سنين. نسمع أغنية نادرة بعد التسليم اللي هي تيرارارارارارم تيرارارارارارم. هون بتدخل نادرة بالليالي بالليالي وهالتقسيم، بس شوفوا هالأستاذة هالصنعة اللي بتأديها هالغناء المتقن. بينما أم كلثوم تدخل على الوزن سمعت صوتا هاتفا. هيدي كمان بتمنى تسمعوها من نادرة ومن أم كلثوم، وبتشوفوا هالميزورتين أو ميزورة أو ميزورتان ملتصقات هني نفسهم نفس النوطة. يا ريت تسمعوها بعد أمركم. نسمع السيدة أم كلثوم. هلأ ليش اليوم الموزع هو اللي خارب الدنيا؟ الموزع بياخذ القطعة هي نفسها، أنت بصير تدور عليها من هنا أخذها، بيلعب فيها بالتوزيع. بتعرف مين بيكشفها؟ بيكشفها العازف الثقيل، بيكشفها الملحن الثقيل، لأنه هاي اختصاصهم بيشموا رائحتها، هذه معمولة بتاريخ كذا، معمولة بتاريخ كذا. الله عطيهم هون اختصاص ما هو موجود عندنا. لو غنينا لو عملنا، في كتير سبقونا، الأساطين السبقونا اللي هن دخلوا مدرسة الخلود، نحن شو عملنا؟ ما عملنا شيء. لكن نحن بيشرفنا ومنعتز كل الاعتزاز انه نحن نعشق هدول العلماء، هدول الاساطين اللي سبقونا. وما تزعلوا بقى، عبد الوهاب الصنباطي، فريد، بليغ، الموجي، واللي بيقولوا لي انه انا متعصب للعظيم فريد رحمه الله. طيب انا كمان كشفت قطعه صغيره هيك من زكريا من ايما تعامل، وجدتها موجوده بعل الله تعود على الله. ممكن يكون هذا تخاطر روحي مثل ما قلت لكم. بعدين زكريا سبق فريد وسبق العالم، لما كان زكريا كان جاي جديد فريد. هذا مش عيب، مش سرقة، بس انت للسرقة لما كل أعمالك سرقة يا أخي، كل أعمالك سرقة. بس أنا تأثرت فيك، أنا كتير بتأثر بكتير عالم. التأثر موجود، التأثر موجود، والكمال إلى الله. كثير ناس يعني بيتهمونا، وكثير ناس بيحبونا، مو كلهم، وناس بيحبونا انه انت صاحب ضمير، وانت شكرا استاذ وسيم، وانت بتضوي على الحقيقه، والله كلامكم هذا صحيح. انا لا اتعصب لحدا، لكن سبحان الله انا اليوم لما بقول والله اني انا بحب العظيم فريد، يا اخي موسيقاه وصوته الحنون بيركب مع احساسي، انا بيركب معي، انا بحس انه ما يغني لي، فكمان العيب. بس ما بيقول لي فريد روح سب عبد الوهاب او الصنباطي او بليغ، كمان بحبهم وبموت عليهم، كمان حلوين عندهم، يعني كلهم عظماء بالاخير، اني كلهم عظماء وكلهم اكبر مني انا بملايين المرات. قلت لكم انا بتشرف لما بذكره، وعم نتذكر الماضي دائما، المألو ماضي مألو حاضر. اذا انا لما عملائي عم اسمع، هاي الله وين سامع اللحن هذا، الله 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 الله، كله بياخذ من بعضه، لانه كله كان عم يعيش نفس الزمان. يعني أنا قديش بحب بليغ لما بيحكي عن فريد، بيقول فريد عمل يا ويلي من حبه هزت الدنيا، أنا بعد أسبوع كنت عامل متى أشوفك يا غايب عن عيني لرشدي. حبيت اللحن، عشت فيه، حب اللحن، عمل مثله شي بيشبهه شي كذا، يعني الجمال ماشي، هاللون هذا ماشي. اليوم قلت لكم درجة نغمة الكورد كله صار بيلحن على الكورد، هي نغمة موجودة، ما حدا عم يسرق حدا، بس كله صار بده لحن كورد محبوبي جاي زمنه.
إذا نحن عم نضوي، يمكن أنت أيها المتلقي المستمع ما بتعرف أنه هاي بتشبه هاي أو كذا هاي، لكن من ورجيك أنه كل عظام وكل أخذوا من بعضه وكل دخلوا التاريخ، لكن بتقول هذا صوت شيء هذا صوت شيء هذا. أكيد أكيد صوت عبد الوهاب صوت غريب، صوت فريد غريب، عبد الحليم غريب، هذا بقاء. طبعا أنا من عشاق العظيم فريد، لكن كمان اليوم كمشت شغلة صغيرة للعظيم فريد بأغنية على الله تعود على الله، نشوف بهذا اللحن هيك تمر حركة صغيرة موجودة عاملها الشيخ زكريا أحمد لأم كلثوم، وهذا اللحن أقدم من على الله تعود بكثير بكثير. اللحن اللي غنيته أم كلثوم هو اسمه عن العشاق سألوني، لحن قديم ألحان زكريا أحمد، واللي فيها النثرة الصغيرة هي للعظيم فريد على الله تعود على الله. تفضل اسمع. هيدي مازورة نصف مازورة، لكن هاي انوجدت. يا ابو الاحباب لاقيني، يعني انا اذا هدول بدي لاقي منهم كله 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 اخذ من بعضه، وخاصة الحديث بياخذ من القديم، دائما القديم هو المدرسة الاولى، المدرسة الثانية بتاخذ، الثالثة بتاخذ بالثانية، الرابعة بتاخذ بالثالثة، شيء طبيعي. فاليوم شفنا هالمازورة هاي، ممكن فريد يكون سمعه، وممكن لحاله اللحن، ممكن لحاله اللحن ركب لحاله، لأنه من كتر ما في ألحان من ضمن هالموسيقى هاي إجباري بده يتشابه ببعضه. هلا اليوم عشاق فريد من هاجموني، منان جبت هاي يا أستاذ ومنان، بس حتى نورجيكم شو عم يصير معنا، أنه نحن لسنا بالتعصب، وليس وليس وليس، كل آخذين من بعضه. كيف قالوا عبد الوهاب أخذ من الغرب، وقال لهم عبد الوهاب، قال لهم يعني بتقولوا السرق، أنا بحب الموسيقى، أنا بحب شوبان، وبلش يحكي انتبه. يعني اليوم هذا التشابه نحن ما فينا منا مسؤولين عنه، أنت عندك رأي اكتبه اكتبه، نحن نعتز بأرائكم، أنت حب يا أخي حب، حب اللي بدك يا ما حد له على عم نحكي، واكتب رأيك كمان نعتز فيه، بس أرجو كل الرجاء ما بدنا شتائم، حدا بيسب هذا فلان صار هيك، هذا فلان هذا فلان هذا فلان، لا لا لا، إني كل عظماء كأصابع الكف. حبيبي أنا برجع بقولكم تحية حب مني ومن المخرج عمار للجميع، للجميع، لكل عشاق الطرب الجميل الأصيل في هذه الدنيا، وألف شكر، أهلا وسهلا.